بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، من ميدان ضوء مركز الحلفة، فكرة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، داعما مهتما لهذه الرياضة العربية الأصيلة. والتواصل دائما مستمر أيها الإخوة بتوجهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظك الله ورعاك، المهتم دائما في هذه الرياضة العربية الأصيلة. مكرمة دائما مقدمة من سعيد بن سهيل بن دليوي، شكرا بو راشد، شكرا بن دليوي حقيقة على اهتمامك لهذه الرياضة العربية الأصيلة. سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي أحد رموزي ميداني الهباب، المهتم دائما في هذا التراث العربي الأصيل. دائما هنا هذه الانطلاقات والاستعدادات، شكرا لجميع اللجان التي دائما تعمل خلف نجاحات هذا الميدان، شكرا نادي دبي المهتم دائما في هذه الرياضة في تطور هذه الانطلاقات العربية الأصيلة. 14 شوطا أيها الإخوة تتنافس في هذه الشعارات الحاضرة من هذا الميدان وضيوف هذا الميدان، فمرحبا أيها الإخوة بضيوفنا الكرام، أخواننا الأعزاء المشاركين في هذه الانطلاقات الجميلة. الأسامي كثيرة والشعارات خطيرة التي حاضرة من شتى ميادين الدولة، ولكن أنت تريد وأنا أريد والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. انطلاقات جميلة من ميدان ضوء، أنيتنا في دورة الطي ولا على دورة الضوعاني، أهلا هلا بك، مرحبا وحي، بعداد دقات الثواني، مركاضها وترتيبها شيء وناموس، ناموس ناموس له طربه وشاني. بسم الله أيها الإخوة، بسم الله انطلقنا، على الله توكلنا، ينطلق شوطنا الأول الرئيسي، ينطلق صوتنا الأول الرئيسي، ينطلق صوت الخطر، ينطلق صوت الإبكار. إلى أين سوف يذهب هذا الشعار؟ إلى أين سوف يذهب هذا الناموس؟ يوم تنزل في معارك الاحتفال ما تفيدك غير لساب قصيل خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، من يقدم الشاهرية في أول انطلاقات النقل على المركز الثاني اللي هي الشاهرية علي بن محمد بن سيد بن حسين العليني، نقلت إلى المركز الثالث. هناك من الجانب آخر الشاهرية الله يا راعي ليرة سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أنتقل وياكم إلى المركز الرابع اللي في المركز الرابع ريتاج وسالم بن خميس بن خلفان الرزي الشامسي خامس المراكز. هناك أيضا شوي بعيد عني، ولكن خني عند القمة، خني عند القمة، خني عند القمة، خني عند القمة. ضبا مع الهين شركوهن، كيف قبلوهن سجلوهن، وين المنظر ضم لي غونا. بسم الله ما شاء الله يا شاهنية، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري المركز الثاني. أيضا هناك تأتي الشاهنية الله يا أبو إبراهيم سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم المركز الثالث أيها الإخوة، الشاهنية علي بن محمد بن سيد بن حسين. ولكن أبو راشد لك عوايد، لك عوايد، ما تخليها ما تخليها، دائما تعجبك القمة، دائما تحب القمة، دائما تحب المركز الأول، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. ولكن بإبراهيم أشوفه في اللحظات الأخيرة، الشاهنية والشاهنية الشاهنية والشاهنية، السبوق السبوق السبوق، الله يخليها، أظهرت سرعة من اللمة لو العصاصيدة ولا تيها، يا خليفة روحها في السير مهتمة. شكرا يا الدنة، شكرا كمبيوتر الخليج، أشهد أن رشحها، أشهد أن رشحها، قال لي حط لي نقطة ترشيح على الشاهنية. والله فالك الطيب يا أبو محمد، والله فالك الطيب يا الدنة. سلام
سلام سلام خليفة بن عبيد بن خليفة العميري. المركز الثاني أيها الإخوة للسيد سلطان بن سعيد محمد إبراهيم. المركز الثالث على ما أظن شعار بن علوان. المركز الرابع هناك شعار سالم الخميس الرز الشامسي. هكذا كانت النتيجة. الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الشعارات الجميلة، هذه الشعارات المميزة، هذا الحضور لك يا ابو راشد. شكرا يدنا والله على ترشيحك. قال لي نوافها بنقطة ترشيح، والله الطيب فالك يا كمبيوتر الخليج. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة. الشاهينية صاحب المركز الأول، تهانينا والنمو.